السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع فيه كل الحاجات اللي ممكن تحتاجها الخاصة بالبي دي اف من غير ما تسطب، من غير ما تعمل تسجيل، من غير ما تعمل اي حاجة خالص. الجميل ان هو شغال بلغات كتيرة جدا منها اللغة العربية. يعني مثلا عندك مثلا ملف عايز تعمل دمج ليه مع ملف تاني، عايز تلغي صفحات، عايز تحط صفحات، عايز تحولها لملف وورد، عايز تقسمه، عايز تضغطه، عايز تحول بي دي اف الوورد او وورد البي دي اف او لصور، او تعمل تدوير لملفات البي دي اف، او تحذف الصفحات من البي دي اف، او تعمل تضيف توقيع او تضيف علامة مائية، تعمل تلوين. كل الحاجات دي موجودة بشكل سهل جدا وبسيط. حتى لو عندك الملف بايظ ممكن ترفعه وهو يعمل له تصليح. عندك اكتر ملف بي دي اف وعايز تقارن بينهم وتعرف ايه الفرق بينهم، يقدر برضه ان هو يعملها لك. بتحول الملف البي دي اف الملف الالوان بتاعته سي ام واي كي عشان الطباعه. عندك ملف ودي انا بستخدمه كتير، بيبقى زي كتاب الكتروني اي بي يو بي، بتحوله لملف بي دي اف. كل الحاجات دي موجوده وتقدر تحول لحاجات كتيره جدا كانك مسطب برنامج متخصص، لكن مثل ان هو هنا اونلاين. ممكن انت مثلا تكون على الجهاز مش مسموح لك ان انت تسطب، فتقدر تعمل سيرش على ده اللي انت عايزها وتستخدمه على طول من غير اي ما تدفع اي فلوس، او من غير ما تعمل تسجيل، او من غير ما تنزل اي فيروسات او اي حاجه خالص.